من واشنطن تنضم إلي عبر خدمة سكايب الكاتبة الصحفية هديل عويس. أهلا بك سيدة هديل. يعني بأول مناظرة ما بين الرئيس ترامب ومنافسه جو بايدن تم نوقشت العديد من الملفات طبعا، لكن ما الملف الأبرز اليوم الذي يمكن القول بأنه له التأثير الأكبر على السباق الرئاسي؟ نعم، شكرا لك. طبعا الملف الأكبر الذي يجب بال كل الأمريكيين هو الملف الاقتصادي، وخاصة اليوم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من تبعات مترتبة على انتشار وباء كوفيد-19. هذا كان أهم سؤال كبير يبحث الأمريكيون عن إجابة له من مناظرة يوم أمس، ولكن ربما أوضح كلمة وأشمل كلمة نصف بها مناظرة يوم أمس أنها لم تجيب على أهم تساؤلات وهموم الأمريكيين. معظم استطلاعات الرأي اليوم الشبكات التي سألت مئات الأمريكيين عن رأيهم في مناظرة يوم أمس قالوا أنها كانت مزعجة، غير مفيدة، كان من الصعب على أي من المرشحين أن يكمل فكرته للآخر، كان هناك الكثير من المقاطعة والكثير من الشخصنة، وبالتالي ربما معظم الناخبين الذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتوا لم يقرروا من مناظرة يوم أمس، لم يكن هناك ردود وحلول شاملة طرحها أي من المرشحين، خاصة لأهم ملف مثل ما ذكرنا وهو الملف الاقتصادي وملفات الرعاية الصحية وكيف نتعامل مع أزمة طارئة كبرى مثل وباء كوفيد-19. يعني سيدة هديل، إلى أي مدى يمكن القول بأن المناظرة الأولى لم تؤثر فعليا على حظوظ السباق الرئاسي؟ يعني وما المنتظر الآن من المناظرتين المقبلتين؟ ينتظر أن يكون المرشحين أكثر تفكيرا وبما يريده الناخب الأمريكي، وليس كيف يكون هناك استعراض يظهر أنه فاز على الآخر في المناظرة الرئاسية وأمام شاشات التلفزة. نحن نعرف أن الرئيس ترامب يمتاز بخطابه الذي فيه شيء من الشعبوية، كان يصل إلى الناس ويقترب منهم بهذا الخطاب البسيط، ولكن اليوم لا يبحث الأمريكيون عن خطاب كهذا، خطاب فيه سخرية، يبحثون عن خطاب فعلا يظهر تعاطف مع الأمريكيين، تعاطف وشعور بما يشعرون به، وبالتالي يريد الأمريكيين أن يكون المرشحين أقرب لهم وأقرب لهمومهم. يوم أمس الرئيس ترامب عموما كان يحاول أن يبتعد عن شخصيته الغير تقليدية الاعتيادية، يكون يعني يظهر بشخصية متزنة ورئاسية، ولكن كان يشوش على منافسه جو بايدن كثيرا. جو بايدن كان أقدر على طرح حلول وإجابات مباشرة للأمور الاقتصادية، يعني رئيس ترامب لم يكن يتحدث بصراحة ما هو برنامجه للرعاية الصحية، لم يكن يتحدث عن كثير من الأمور. كان أيضا هناك ملف أيضا يهم الأمريكيين جدا اليوم، وهو أن يكون هناك أمان في الولايات الأمريكية. اليوم هناك حالة انقسام غير مسبوقة في أمريكا، توتر عرقي كبير، والأمريكيون يبحثون فعلا عن الأمن والاستقرار والأمان. جو بايدن كان حازما في هذا الملف، رغم أنه من الحزب الديمقراطي الذي يؤيد حركة حياة السود. هم أدان جو بايدن بشدة المظاهرات حين تكون غير سلمية، أدان الفوضى في المظاهرات، قال أنه سيكون مع دعم سلطة القانون ودعم الشرطة وتقوية الشرطة وتدعيم جهاز الشرطة، ولكن أيضا مع إرساء عدالة اجتماعية بحيث أن تكون الشرطة تتعامل بعدالة مع كل الأمريكيين بغض النظر عن علاقتهم. سيدة هديل، هل من استطلاعات رأي تلت هذه المناظرة يعني ربما تشير إلى تغير بالأرقام لحظوظ المرشحين، أم ربما هي الأرقام نفسها التي سبقت هذه المناظرة؟ نعم، لا، هناك كان تغير في الأرقام ربما لصالح جو بايدن. في بداية حين دخل جو بايدن السباق كان جو بايدن يتقدم على رئيس ترامب بنسبة كبيرة تصل إلى 11 نقطة، ثم قبل أسابيع الرئيس ترامب قلص الفارق بشكل كبير إلى 3 أو 4 نقاط. يوم أمس بحسب أحد الشبكات التي أجرت متوسط لكل استطلاعات الرأي التي أجرتها كل الشبكات الأخرى كانت النتيجة الفارق تقدم جو بايدن ب 6.1 نقطة، وبالتالي جو بايدن أبدى أكثر شعور بهموم الأمريكيين، أبدى أنه يملك حلول، كان يحاول أن يبتعد عن اليسار الراديكالي ويؤكد على حقيقة أنه سيكون رئيس لكل الأمريكيين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما الرئيس ترامب وجه له لوم شديد وانتقاد شديد، وقيل أن أسوأ لحظة في مناظرة الأمس كانت حين رفض الرئيس ترامب إدانة المنظمات اليمينية المتطرفة وتهرب من إدانتها، وبالتالي الاستقرار
الاطلاعات حتى اليوم تقف الى جانب بايدن، ولكن ايضا بايدن لم يغير جذريا راي الغير مقربين بعد لما سيصوتوا، ولم يقنعهم باعتقادي بشكل كلي بالتصويت له والانحياز له في الانتخابات. من واشنطن عبر خدمه سكايب الكاتبه الصحفيه هديل عويس، شكرا جزيلا لك.